السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في المحاضرة دي إن شاء الله هنتكلم عن موضوع من أهم الموضوعات المتعلقة بالكوميونيكيشن، هو الفيس لوك دلوب. الفيس لوك دلوب باختصار هي عبارة عن سيركت احنا بنحطها تقريبا في كل دوائر الكوميونيكيشن. مش بس كوميونيكيشن، الفيس لوك دلوب لها استخدامات كتير جدا، فالموضوع يعني متشعب، ولكن احنا في الكوميونيكيشن بنركز على يعني التطبيقات الخاصة بالمجال بتاعنا يعني. طيب الفيس لوك دلوب باختصار شديد، ان لو جينا اتكلمنا عن استخداماتها الاساسيه، فهو بيستخدم مع اي كوهيرنت او سينكرونس ريسيفر. يعني اي كوهيرنت او سينكرونس ريسيفر هتلاقي معاك فيس لوك دلوب، لان زي ما قلت لك السيجنال اللي جايه الفريكوانسي بتاعتها بتتغير. لو هي الكاير بتاعك اوميجا سي، فانت بتستقبل اوميجا سي زائد دلتا اوميجا نتيجه الدوبلر شيفت زي ما اتكلمنا قبل كده، ومعاك سيتا او معاك سيجما الفيز بتاعك، فانت دايما هتبقى محتاج تعمل تراك للفريكوانسي وتراك للفيز. فاي كوهيرنت او سينكرونس ديتكتور زي ما انا قلت في الاي ام مودوليشن، طبعا الاي ام بانواعه بقى، يعني دبل سايد باند سبريسد كاير او سنجل سايد باند سبريسد كاير او فيستجال سايد باند سبريسد كاير، لازم هيبقى معاك الايه الفيز لوك دلوب عشان تعمل تراكنج للفريكوانسي والفيز زي ما احنا قلنا. تاني استخدام لها بتستخدم في الاف ام دي مودوليشن. ان شاء الله الاف ام هناخده الشابتر الجاي، واحنا بنعمل دي موديليشن للاف ام بتبقى الفيس لوك دلوب من احد الطرق المستخدمه في عمليه الدي موديليشن الخاصه بالاف ام. الاستخدام الثالث لها، طبعا احنا بنتكلم على مجالات الكوميونيكيشن فقط، يعني بتستخدم في عمليه الكلوك ريكفري. الكلوك ريكفري وده شغل الديجيتال كوميونيكيشن، يعني في الترانسميتر دايما احنا بنبعت بيتس عند سيرتن انستنس، عند لحظات محددة كده، فدي احنا بنسميها كلوك. فانت في الريسيفر المفروض هتعمل سامبلينج عند سيرتين كلوك برضك، فانك انت تجنريت الكلوك ده هي بي يعني سيرتين فريكوانسي وسيرتين فيز، ده هتبقى محتاج الفيس لوك دلوب معك. رقم اربعة، وهو ان احنا نعمل جنريت لهاي فريكوانسي كلوك، يعني اي هاي فريكوانسي اوسيليتور او هاي فريكوانسي كلوك هيبقى محتاج فيس لوك دلوب. الفكره الرئيسيه بتاعتنا ان الهاي فريكوانسي اوسيليتور بيبقى انستيبل، يعني الفكره ان كل ما تعلي الفريكوانسي بيبقى الاوسيليتور بتاعك انستيبل. ففي هذه الحاله بنجنريت كلوك في اللو فريكوانسي، وبعدين نرفع الكلوك ده هي للهاي فريكوانسي، وبعدين ناخد فيدباك ونظبط اي ايرور، ناخد فيدباك ونظبط اي ايرور. فبصفه عامه تستخدم في الهاي فريكوانسي اوسيليتور. زي ما انا قلت لها استخدامات كتيره ومتعدده، عشان بس احنا واضحين من الاول، الفيس لوك دلوب في الغالب انت بتلاقيها في الماركت از اي سي، يعني انت يعني في الغالب انت مش بتصممها، ده هي موجوده از ايه از اي سي، زي الاي سي رقم 5 6 5، ادي الاي سي قدامك اهوت، وتوصله في السيركت بتاعتك يعني على طول. بس يعني طبعا عشان تفهم توصيله الاي سي وهتوصله ازاي في السيركت بتاعتك، لازم تفهم الفكره بتاعت الفيز لوك دلوب. فالنهارده ان شاء الله هنتكلم على البيزكس بتاعت الفيز لوك دلوب. زي ما قلت هي مجرد يعني انترودكشن بتعرفنا ازاي الفيز لوك دلوب بتشتغل. تعالى كده نتكلم عن انترودكشن الاول قبل ما نخش في الموضوع. ادي عندي بلوك كده، البلوك ده اسمه VCO، VCO اللي هو اختصار لكلمة Voltage Control Oscillator. الVoltage Control Oscillator من الاسم كده، ده Oscillator بنعمل عليه Control من خلال Volt. يبقى لو حطيت عليه Volt مثلا E0T as an input هيطلع لك تردد، التردد ده أوميجا T function في التايم، هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن اوميجا سي بلس ثابت في الايه؟ في الانبوت بتاعك اللي هو اي نوت تي. يعني من الاخر التردد اللي هيطلع از فانكشن في التايم بيتناسب مع الانبوت اللي هيخش لك، الانبوت فولت اللي هيخش لك. تمام؟ في حالة لما يكون الانبوت فولت عندك بصفر كده، هيبقى التردد اللي هيطلع
التردد اللي هيطلع هيبقى أوميجا as a function of time بثابت اللي هو أوميجا سي. ففي هذه الحالة بنسمي الأوميجا سي ده هو الفري رانينج فريكوانسي. في علاقة ما بين الفيز والفريكوانسي، الفيز سيتا هو عبارة سيتا تي هو عبارة عن الانتجريشن بتاع أوميجا تي دي تي، وأوميجا تي هي عبارة عن الديفرينشيشن بتاع الايه السيتا بالنسبة للتي، يعني ده التردد بتاعك اللي طالع. طب الفيز بكام بقى؟ الفيز بتاعه بكام؟ لو انا جيت قلت لك ان الفيز بتاعك هو عبارة، الفيز طبعا as a function of time عبارة عن أوميجا سي تي بلس سيتا نوت، ده الفيز بتاعك أوميجا سي تي بلس سيتا نوت. لو انت جيت تعمل differentiation للفيز ده هوت، المفروض الفيز ده هيديك ايه؟ هيديك التردد ده هوت. ماشي، اعمل بقى differentiation كده لو سمحت. يبقى أوميجا اي او أوميجا تي، بلاش اي، أوميجا تي تساوي تفاضل الكلام ده، يبقى هيديك أوميجا سي بلس تفاضل سيتا اوبوت تي دوت. الدوت دي يعني التفاضل بالنسبة للتايم، خلينا نكتب دي as a function of time سيتا اوبوت تي. يبقى من هنا السيتا اوبوت تي بيساوي دوت، طبعا التفاضل بتاعها بيساوي ثابت في اي اوف تي. طيب ايه الفكرة الرئيسية بتاعت الفيز لكدروب؟ الفكرة الرئيسية بتاعت الفيز لكدروب ان بيجي لك input signal. كده هنتكلم على البيزك ايديا بقى، البيزك ايديا، ويهمني جدا ان انت تكون فاهم البيزك ايديا، يعني حتى الماس مش مشكله، يعني المهم تكون فاهم الفكره الرئيسيه اللي بيحصل. يعني انت بيجي لك سيجنال، ادي انكومينج سيجنال. السيجنال دي اي سيجنال ترانسميتد ريسيفد اي حاجه، يعني في سيجنال جايه لك وخلاص. السيجنال اللي جايه لك عباره عن ايه؟ في ساين اوميجا نوت تي بلس اوبساي تي، دي اللي جايه لك. واضح الكلام؟ يبقى دي كده الايه؟ الانكومينج سيجنال. في سيجنال عاملين لها جنريشن، ادي سيجنال ثانيه اهيت. السيجنال الثانيه اللي احنا عاملين لها جنريشن مثلا عباره عن بي في كوساين اوميجا سي تي بلس تمام كده. دلوقتي احنا عايزين ايه بقى؟ ايه الهدف في الموضوع؟ الهدف في الموضوع ان نبص على الفيز ده هوت، ده كده كل ده الفيز اللي هنا، ونبص على الفيز اللي هنا، ونحاول نخلي التو فيزز زي بعض. يعني بنعمل تراك للفيز، بنعمل ايه؟ تراك للفيز. يعني عايز اخلي الفيز وخلينا نقول فيز واحد وفيز اتنين يساووا بعض. طب هنعملها ازاي؟ اول حاجه هنعملها هنيجي نحط مالتبلاير. المالتبلاير ده هو بيشتغل از فيز ديسكريمينيتور، بيشتغل از فيز ديسكريمينيتور. فلما يعني خارج المالتبلاير دلوقتي هيبقى في هاي فريكوانسي كومبوننت ولو فريكوانسي كومبوننت يعتمدوا على فرق الفيز. يعني اللو فريكوانسي يعتمد على ايه؟ فرق الفيز ما بين السيجنال الاولانيه والسيجنال الثانيه. خد بالك الامبليتيود ما يهمنيش في حاجه، يعني كون الامبليتيود ديفرنت ما يهمنيش في حاجه، انا مش بنبص على الامبليتيود، احنا بنبص على فرق الفيز. بعد كده هتاخد فرق الفيز دهوت هتعديه على لو باس فلتر، ماشي. وبعد كده اللو باس فلتر الخارج بتاعه هيطلع لك سيجنال من هنا. السيجنال ديت هي فانكشن في الايرور الخاص بالايه؟ بالفيز. هتاخد الايرور دهوت وتدخله as an input للVCO بتاعك. الVCO الخارج بتاعه هيغير من التردد وبالتالي هيغير من الفيز، لان انت عارف ان الفيز هو عبارة عن الانتجريشن بتاع التردد، وتدخله تاني على الايه؟ على المالتبلاير مرة تانية اهو. يبقى السيركت دي هتنيها شغالة في لوب كده لغاية ما الايرور ده تقريبا بيساوي صفر، وبالتالي يبقى الفيز اللي هنا
اللي في الانبوت هنا بيساوي الفيز اللي في الاوتبوت هنا، وبالتالي التردد هيساوي التردد يعني يساوي في هذه الحاله بقى الاوميجا نوت هي بتساوي الاوميجا سي، وسيتا اوتبوت هتساوي الايه؟ هتساوي الفاي بتاعتنا. دي الفكره العامه الخاصه بالايه؟ بالفيز لوب. مره اخرى الفكره العامه بتاعتنا عباره عن ايه؟ ان عندي جاي لي سيجنال انبوت سيجنال، احنا بنجنريت سيجنال من الاول خالص، بنجنريت سيجنال بتردد اوميجا سي وسيتا نوت اي حاجه في الاول خالص، بعد كده بنحاول نعمل تراكنج للفيز اللي هو جاي لي، يعني تراك للتردد وتراك للايه؟ وتراك للاوبسايد. واضح الكلام؟ طب هنتراك ازاي؟ اول حاجه هنعمل فيز ديسكريمينيتور، هنشوف فرق الفيز. فرق الفيز من هنا ده من خلال الملتبلاير اللي احنا شايفينه قدامنا ده. يبقى الملتبلاير ده بيشتغل از فيز ديسكريمينيتور. فيز ديسكريمينيتور. لما تضرب الاثنين سيجنال في بعض هيديك ايه؟ هيديك ساين الفرق زائد ساين المجموع. ساين الفرق ده هي هو اللي هيعدي من خلال اللوباس فلتر، وبالتالي هناخد الفرق ده هوت وهنعدل بيه الاوسيليتور بتاعنا اللي هو الفولتج كنترول اوسيليتور، بحيث يديني سيجنال في الاوتبوت مشابهه للايه؟ للسيجنال اللي هي اللي جايه لي، مشابهه في الفيز. مره ثانيه مشابهه في الفيز مش مشابهه في الامبليتيود، وبالتالي احنا ممكن نعمل تراكنج للفريكوانسي وتراكنج للايه؟ للفيز. عشان كده بنقول لك هي فيز لوك دلوب، اول ما يبقوا زي بعض كده حصل لوك، قفلنا يبقى خلاص السيركت هيبقى الايرور تقريبا بصفر، واحنا كده حصلنا على يبقى الاوسيليتور اللي هو موجود هنا هيبقى فيه نفس التردد، هيبقى فيه اوميجا نوت تي زائد اوبساي تي زيها زي الايه؟ زي السيجنال اللي جاي. دي الفكره الرئيسيه بتاعت الايه؟ الفيز لوك دلوب. احنا دلوقتي هنبدا ندخل في شويه معادلات عشان نفهم الموضوع بشكل افضل، بس يهمني ان تكون فاهم الايه؟ الفكره الرئيسيه. حتى لو تهت شويه في المعادلات مش مشكله، المهم تكون فاهم الفكره الايه؟ الرئيسيه. تعالى بقى دلوقتي نعمل شويه اناليسز، الهدف منها ان احنا نفهم الموضوع بشكل احسن. زي ما قلت لك قبل كده ان السيجنال اللي جايه لك هي عباره عن A في ساين اوميجا نوت تي بلس اوبساي تي، دي اللي هي الانكومنج سيجنال بتاعتك. تعالى نكتب الفيز ده هوت على شكل تاني، هو بالظبط بس نكتبه بسرعه تانية، مجرد لعبه بالماس ليس الا. يبقى الاوميجا نوت تي بلس اوبساي تي بتساوي، هنكتبها على اساس انها اوميجا سي تي بلس اوميجا نوت ماينس اوميجا سي تي بلس اوبساي تي. ما عملناش اي حاجه خالص، احنا ضفنا الاوميجا سي وطرحنا الاوميجا سي، ما عملناش حاجه، بحيث ان كل ده يبقى انا دلوقتي ممكن اقول لك ان كل القصه دي كده هنسمي دي كده عباره عن ايه؟ عباره عن سيتا ان، سيتا انبوت. يبقى الفاكتور ده كده بيساوي اوميجا سي تي بلس سيتا انبوت از ا فانكشن في الطاير. يبقى انا ممكن اكتب لك الايكويشن دهيت على اساس انها A في ساين اوميجا سي تي بدل اوبسايت بدل اوبسايت تي، هكتبها سيتا انبوت تي كده. ايه الهدف؟ الهدف ان انا اخلي التردد ده اوميجا سي زيها زي الخارج اللي طالع من الفولتج كنترول اوسيليتور، وحطيت الفرق جوه الفيز، حطيت الفرق جوه سيتا اي بدل ما كانت اوبسايت تي بدات سيتا اي، مجرد لعبه بالماس ليس الا، ما فيش اي حاجه يعني حصلت. يبقى دلوقتي ممكن اكتب لك الانكومنج سيجنال بدل ما كانت A ساين اوميجا نوت تي بلس اوبسايت تي، هنكتبها دلوقتي على اساس انها A ساين اوميجا سي بلس سيتا انبوت تي. تمام كده؟ تمام. طيب هناخد الخارج، وهنا عندي اوسيليتور اهوت الفولتج كنترول اوسيليتور، نطلع سيجنال عباره عن بي في كوساين اوميجا سي تي بلس سيتا اوتبوت. هاخد التو سيجنالز دول اضربهم في بعض، هضرب ساين في كوساين. لما تضرب ساين في كوساين زي ما انت شايف هيديك اي بي على 2 في ساين الفرق زائد ساين المجموع. طبعا ساين المجموع زي ما انت شايف قدامك في هاي فريكوانسي اهوت، ف
فاللوباس فلتر ده هيشيل الايه، هيشيل الهاي فريكوانسي، وهناخد بس اللو فريكوانسي كومبوننت اللي هي نص اي بي في ساين اوميجا سيتا انبوت ناقص سيتا اوتبوت، هو ده اللي هيعدي من خلال الفلتر بتاعي. تعال نشوف بقى بالظبط الاي اوتبوت تي ده اللي هيطلع من الفلتر هو عباره عن الايه. الاي اوتبوت تي ده هيبقى عباره عن الكونفوليوشن للدخل مع الامبلس ريسبونس، تمام كده. يبقى هيبقى عباره عن الاتش اوف تي ده بتاع الفلتر بتاعك كونفولفد مع الانبوت بتاعك اللي هو اي بي على 2 في ساين ها سيتا اي تي ماينس سيتا اوتبوت تي، تمام كده. نكتبها، نكتب الكونفوليوشن، يبقى عباره عن هاف اي بي في الانتجريشن بتاع اتش اوف اكس اتش اوف تي اتش اوف تي ماينس اكس في ساين سيتا اي اكس ماينس سيتا اوتبوت اكس دي اكس. ده كده خارج الايه، خارج الفلتر بتاعنا. ده دلوقتي الفاكتور ده اللي بيمثل لي اي اوتبوت تي. طب احنا خدنا من المعادله السابقه، او يعني خدنا في شرحنا قبل كده ان سيتا اوتبوت دوت الديفرنشيشن بتاع الاوتبوت دوت سيتا اوتبوت دوت بيساوي سي في الاي اوتبوت تي، تمام كده. يبقى هنكتب دلوقتي سيتا اوتبوت دوت تي بيساوي ثابت السي ده هوت، يبقى هاف بي اي سي كده. طبعا ثلاثه فاكتور نبدلهم مش فارقه في الانتجريشن بتاع كل الكلام ده كله دي اكس. تعالى ناخد ثابت دلوقتي جديد، الثابت ده اللي هو الهاف اي بي سي ونسميه كي، يبقى ده ثابت جديد اسمه كي. فنكتب دلوقتي ان سيتا دوت تي بتساوي اي كي، دول ثوابت في الانتجريشن بتاع اتش اوف تي ماينس اكس في ساين سيتا ان اكس ماينس سيتا اوتبوت اكس دي اكس. نعرف الاثنين دول مع بعض كده، هو السيتا انبوت ماينس سيتا اوتبوت بالايه، بالايرور بسيتا اي اكس. يعني فاحنا ممكن نقول اي اكس عباره عن سيتا اي اكس ماينس سيتا اوتبوت اكس، مجرد ايكويشن. احنا ماسكين الايكويشن وبنلعب بيها، ما بنعملش اي حاجه خالص. طيب هناخد المعادله اللي انت شايفها قدامك دي كده ونرسم لها موديل. الموديل بتاعنا، تعالى كده افترض ان انت هتدخل سيتا انبوت، يبقى سيتا انبوت تي، تمام، وعندي سيتا اوتبوت، فهندخل هنا ادي طالع من هنا سيتا اوتبوت تي، دول هنطرحهم من بعض. يبقى هنا هيبقى في سبميشن كده مثلا، وهناخد ده كده اهوت بالماينس، هيطلع لك هنا ايه، هيطلع لك هنا سيتا ايرور تي، تمام. بعد كده هنعمل فيها ايه، هناخد احنا الكلام ده وندخله على الساين، وبعد ما ناخد الكلام ده وندخله على الساين هناخد خارج الساين ونطبقه على الفلتر بتاعك اللي هو اتش اوف تي او اتش اوف اس شغال في اللابلاس، تمام كده. وبعدين ناخد الخارج ده كده، طبعا هنا اتش اوف اس اضربه كمان في اي كي، يبقى اضرب عشان احقق الثابت اللي عندي اللي بره. بعد كده اخد الخارج ده عشان انا دلوقتي اجيب سيتا اوتبوت، اعمل ايه، ده كده اللي طالع من هنا سيتا دوت تي، سيتا دوت تي. لو انت هتاخد عايز تجيب الانتجريشن ففي اللابلاس بتاعك عباره عن واحد على اس، واحد على اس، فممكن نخلي ديت سيتا اوتبوت تي او نقول عليها سيتا اوتبوت اس وسيتا انبوت تي او سيتا انبوت اس، سواء في التايم دومين او في اللابلاس دومين نفس الكلام سيتا اي تي او سيتا اي اس. فده دلوقتي اصبح ده الايكويفالنت موديل للسيركت اللي احنا كنا رسمينها من شويه اللي هي دهيت، اللي هي السيركت اللي قدامك دي كده، تمام كده. تمام، هنعمل دلوقتي اناليسز على السيركت اللي قدامنا، وهنعمل سمول ايرور اناليسز،
يعني ايه اسمه الايرور اناليسز؟ هنفترض دلوقتي، يبقى نكتب كده small error analysis. هنفترض دلوقتي ان سيتا اي ده هي قيمة small، وبالتالي لما اقول لك sin سيتا اي تقول لي تقريبا هي بسيتا اي، يعني sin الايرور يديك تقريبا الايرور لان الايرور صغير معايا كده. وبالتالي يبقى احنا دلوقتي هنشيل الجزء ده هوت، يبقى الجزء ده البلوك ده هنشيله ونرسم تاني الايه الموديل مع بعض. لما نرسم الموديل بتاعنا احنا كل احنا من احنا شلنا الساين، عايزين بقى نكتب الترانسفير فانكشن بتاعه السيستم ده. طبعا الترانسفير فانكشن انت عارف هي عباره عن سيتا اوتبوت اس على سيتا انبوت اس. ده هيساوي كام؟ نكتب الترانسفير فانكشن تعال كده مع بعض، نفس البيزكس بتاعت الكنترول او البيزكس بتاعت يعني سيجنال سيستم. من قدامك هنا السيتا اوتبوت اس السيجنال دي كده بتساوي ايه دلوقتي؟ بتساوي الايرور مضروب في اي كي اتش اوف اس ومضروب في واحد على اس، لان السيجنال بتاعتي هتمشي كده. واضح؟ يبقى دلوقتي السيتا اوتبوت هي بتساوي السيتا اي اس مضروبه في اي كي اتش اوف اس على اس. طيب السيتا ايرور ديت عباره عن ايه؟ عباره عن السيتا انبوت اس ماينس سيتا اوتبوت اس. هنفك الكلام ده وناخد السيتا اوتبوت في طرف والسيتا انبوت في الطرف الثاني، هيدينا ان سيتا اوتبوت اس عباره عن اي كي في اتش اوف اس مقسومة على S زائد AK H of S. طبعا هنا سيتا أوتبوت على سيتا إنبوت S. يبقى أنا في هذه الحالة خلاص بقى انسى موضوع الفيزلك دلوب والكلام ده كله. لو أنا مديك الإنبوت، أهوت، أدي الإنبوت اللي هو سيتا إنبوت S، وبقول لك أنا عايز الأوتبوت سيتا أوتبوت S، هتقول لي والله انا هضرب الانبوت دهوت في الترانسفير فانكشن اللي هي اي كي في اتش اوف اس على اس زائد اي كي في اتش اوف اس. فاحنا دلوقتي بنعمل سمبليفيكيشن للايه الاناليسيز بتاعتنا. مجرد ما اديك السيتا انبوت ممكن على طول انت تجيب الايه السيتا اوتبوت. تمام كده ان احنا هنضرب السيتا انبوت في اللابلاس، نضربها في الترانسفير فانكشن نجيب الايه السيت اوت، تاخد الانفيرس يبقى انت جبت الايه التايم دومين. طيب نفس الكلام هنعمله، عايزين يعني نجيب علاقه ما بين السيت ايرور اس مع السيت اي اس. يعني لما اديك السيت اي تبقى السيت ايرور اس بكام؟ احنا عارفين ان سيت اي اس هي عباره عن سيت اي اس ماينس سيت او اس. تمام، هنشيل احنا السيتا او اس دهيت ونقول انها سيتا انبوت اس ماينس السيتا اوتبوت اس. لسه الوقت جايبينها لك اهيت. السيتا اوتبوت اس هي عباره عن الكلام ده مضروب في سيتا انبوت، يبقى الكلام ده اهوت اللي هو عباره عن اي كي في اتش اوف اس على اس بلس اي كي اتش اوف اس، كل ده مضروب في سيتا انبوت اس. خد سيتا انبوت اس كومن فاكتور هتديك، وطبعا وتعمل العمليه الحسابيه البسيطه دي كلها هتلاقي انها عباره عن اس مقسومه على اس زائد اي كي في اتش اوف اس، كل الكلام ده مضروب في سيتا انبوت اس. ده كده سيتا اي اس. يعني الهدف من كلامي عايز اقول لك ان انا لو اديتك سيتا انبوت اس وقلت لك هات السيتا هات الايرور، هتقول لي على طول مباشره الايرور ان انا هضرب الكلام ده في اس على اس بلس اي كي في اتش اوف اس. الموضوع بمنتهى البساطه خالص من غير اي يعني ايه يعني اي تعب. تمام، هتقول لي دكتور هو احنا يعني عايزين الكلام ده كله في ايه؟ انت عمال احنا خد بالك احنا بنلعب بالماس، يعني احنا ما بنعملش حاجه.
يعني عمالين اللي في اليمين يجيبوا شمال والشمال نجيبوا يمين، وفي النهاية خالص احنا عايزين نوصل لإيه بقى. انا عايز دلوقتي اديك بقى الايه، انت فاكر الموضوع كان ايه اصلا؟ الستة انبوت دي كانت بكام؟ الستة انبوت اوف تي، فاكر انت الستة انبوت اوف تي كانت عبارة عن اوميجا نوت ماينس اوميجا سي تي بلس ساين نوت، يعني فيز بدأنا بيه من الاول خالص. دي اللي احنا المعادله اللي احنا كنا عملناها من الاول خالص. لما اجي اقول لك دلوقتي سيتا اي اس، هات لي بقى اللابلاس بتاع الكلام ده، هتقول لي عباره عن اوميجا نوت ماينس اوميجا سي، والتي ده عباره عن اس سكوير بلس اوبساين نوت على اس. احنا دلوقتي كل اللي احنا عملناه ان احنا خدنا اللابلاس بتاع السيتا انبوت تي، ادتنا سيتا انبوت اس بالمنظر اللي احنا قدامنا ده. بمنتهى البساطة نجيب الستة اي اس على طول، هنضرب الكلام ده، هضربه في ايه بقى؟ زي ما عملنا من شوية اهوت، هضربه في الترانسفير فانكشن اللي هي ايه؟ اس على اس بلس اي كي في اتش اوف اس. يبقى ضرب الكلام ده، كل الكلام ده اهوت هضربه فيه. هنستخدم الخاصية في اللابلاس ان الستة ايرور تي لما الليمت بتاع الستة ايرور تي لما التي جوز تو انفينيتي هي عبارة عن الليمت لما اس جوز تو زيرو في اس ستة اي اس. يبقى هنضرب كل الكلام ده في اس وناخد الليمت لما اس جوز تو زيرو. في هذه الحالة هيطلع لك الفاكتور اللي هو اوميجا نوت ماينس اوميجا سي على اي كي. معنى الكلام ايه بقى؟ معنى الكلام يبقى للسيجنال، يبقى الاوتبوت سيجنال اللي احنا هناخدها من الفولتج كنترول اوسيليتور في النهايه خالص هي عباره عن بي في كوساين اوميجا اوتبوت تي بلس اوبساي زيرو بلس ايرور اللي هو اوميجا نوت ماينس اوميجا سي على اي كي. ده النهائي، ده الناتج النهائي. يبقى احنا هنا عملنا لوكد في الفريكوانسي، يبقى احنا الفريكوانسي بتاعتنا جت نفس الفريكوانسي بتاعت الانكومنج سيجنال وهوصل لها في النهايه. بس خد بالك هيبقى في عندك هنا جزء فيز ايرور، في هنا فيز ايرور مش هنعرف نغطيه. انا نسيت اقول لك ان احنا في الاناليسز السابقه دهيت افترضنا ان اتش اوف اس بتاعنا بواحد، يعني وانت بتاخد الليمت لما اس جوز تو زيرو هتعوض عن اتش اوف اس بكام؟ بواحد. ففي هذه الحاله هيجيب لك الايه؟ الايرور في الفيز اللي قدامك ده. لو انت خدت سكند اوردر لو باس فلتر، يعني حطيت الاتش اوف اس بتاعتك ب اس زائد اي على اس، هتلاقي الترم ده راح، يعني هتلاقي الليمت في اللي اس جوز تو زيرو في اس سي اي اس، هتلاقي ده يقول الى الايه؟ الى الزيرو، والترم ده راح، وخدت نفس الفيز بالظبط اللي جاي لك. يبقى هنا هيبقى سي اوميجا اوتبوت تي بلس اوبساي زيرو. واضح الكلام؟ يعني اتمنى الكلام يكون واضح. هي مجرد ستريت فورورد اناليسز انت هتعملها يعني بايدك ستيب باي ستيب، هتوصل بيها في النهايه. تعال بقى دلوقتي نشتغل على نون لينير اناليسز. نون لينير اناليسز بمعنى ايه؟ بمعنى ان الابروكسيميشن اللي احنا كنا عاملينه قلنا ساين سيتا اي لا يساوي الايه؟ السيتا اي، يعني السيتا اي لارج انف. وهنفترض معانا عشان التسهيل ان اتش اوف اس بتساوي واحد على مستوى الباند بتاع الانبوت سيجنال. طيب في هذه الحالة يبقى على طول فاكرين انت الكالسيتا دوت اوتبوت بتساوي، هتساوي في هذه الحالة اي كي في ساين سيتا اي، طبعا اي تي. واضح؟ يعني لو عوضنا في المعادلات، لو رجعنا باك هنلاقي الايكويشن ديت على طول ستريت فورورد. في هذه الحالة احنا طبعا عارفين ان سيتا اي تي هي عبارة عن سيتا انبوت، سيتا انبوت تي ماينس سيتا اوتبوت تي، تمام كده. هناخد الكلام ده ونعوض بيه هنا، يبقى عندنا سيتا ايرور دوت تي بتساوي سيتا انبوت دوت تي ماينس
اي كي مضروبة في ساين سيتا اي تي. المعادلات ستريت فورورد، بس احنا محتاجين نعملها بايدينا. هنفترض ان الانكومينج سيجنال زي ما قلت لك قبل كده هي عبارة عن اي مثلا في ساين اوميجا نوت تي بلس اوبساي نوت، والفي سي او اللي عندي، والفي سي او هو يعني بيطلع فريكوانسي اوميجا سي. ففي هذه الحالة هيبقى السيتا اي، لو نفتكر هنكتبها ازاي، سيتا اي اوف تي هنكتبها على اساس انها اوميجا نوت ماينس اوميجا سي تي بلس اوبساي نوت. دي كده الايه السيتا انبوت اللي هي عندي. لما ناخد الايكويشن دي كده ونعوض هنا هنلاقي قدامنا المعادله الموجوده دهيت، ان التفاضل بتاع الايرور بيساوي اوميجا نوت ماينس اوميجا سي ماينس كي اي في ساين الايه الايرور. طبعا عشان نحل المعادله دي، المعادله ديت يعني صعبه جدا وفيها شغل كتير جدا طبعا خارج الكورس، الاسهل لنا ان احنا نرسمها، الاسهل لنا ان احنا ايه نرسمها. يعني لو انت رسمت تفاضل الايرور مع الايرور نفسه، خد بالك رسمت تفاضل الايرور مع مين، مع الايرور نفسه، حط كده ادي هتلاقي النقطه اهو، حط الايرور بصفر يبقى هيديك النقطه دي كده عند الصفر هتديك اوميجا نوت ماينس اوميجا سي. كل ما هيتحرك بالايرور اهوت ده الايرور بتاعك سيتا اي، هتلاقي الديفرنشيشن بتاعك بيتغير في شكل ساين ويف بالصوره دي كده. ناخد بالنا ان الفيز لوكد لوب احنا بنقول عليها لوكت، امتى تبقى لوكت؟ لما الفريكوانسز تكون متساويه، يعني التو فريكوانسز يكونوا متساويين. في هذه الحاله يبقى الديفرنشيشن بتاع الايرور بيساوي صفر. لو احنا جينا بقى نبص على النقاط اللي هي عندها الديفرنشيشن بصفر، سيتا 3 مثلا، سيتا 2، سيتا 1، دي كل دي بنسميها الاكويبيوم بوينتس. الاكويبيوم بوينت دي هنلاقي نصها ستيبل ونصها انستيبل. يعني ايه الكلام ده؟ لو انت خدت مثلا نقطه زي سيتا 3 وبدات بايرور هنا، هتلاقي نفسك بالايرور ده هو السيستم هيوديك عند سيتا 3. تمام، بعد ما بقيت عند سيتا 3 افترض ان في شويه نويز جات لك مثلا، فانت رحت هنا فهتلاقي السيستم هيرجعك عند سيتا 3. فبنسمي سيتا 3 ديت ستيبل بوينت، ستيبل ايكويبيوم بوينت. لو انت كنت عند سيتا 2 في هذه الحاله وجالك مثلا شويه نويز بالصوره دي كده، فرحت في الاتجاه ده هتلاقي نفسك ماشي، السيستم هيمشيك لغايه ما يوديك الى سيتا 3. فعشان كده بنسمي سيتا 2 ديت انستيبل اكويبيوم بوينت. طبعا في ملحوظه ثانيه ناخد بالنا، ان السيستم ده عشان يبقى لوكت ولازم، شوف الكونديشن ده كده، لازم في نقطه تعدي على الصفر. يعني لو الساين كلها لفوق او لو الساين كلها لتحت، كلها بوزيتيف او نيجاتيف، يبقى كده مش هيحصل اللوكينج بتاعنا. وبالتالي الكونديشن اللي هو لازم يتحقق عشان يحصل لوك اللي هو مودولس، تبقى مودولس اوميجا نوت ماينس اوميجا سي تبقى اكبر من اي كي. لو الشرط اتحقق يبقى ممكن يحصل عمليه الايه، عمليه اللوكينج. طيب كمان لو احنا رحنا عند السيتا 3 مثلا على سبيل المثال نقطه الاكويبيوم وحصل لوكينج، قلنا لوكينج يعني التو فريكوانسز بقوا زي بعض، بس الفيز ايرور بقى هيبقى عامل ازاي؟ طبعا هنساوي الكلام ده بصفر لما تساوي، ما تحط انت اوميجا نوت ماينس اوميجا سي ماينس اي كي ساين سيتا اي تي، كل الكلام ده بيساوي صفر، وبالتالي هتلاقي سيتا اي بتساوي ساين ماينس 1 اوميجا نوت ماينس اوميجا سي على اي كي. على بعد كده بقى نروح على بعض المفاهيم الاساسيه. في ثلاث مفاهيم اساسيين عايزه يعني نوضحهم، نكون عارفين الديفينيشن بتاعهم. اول حاجه زي ما قلت لك موضوع كلمه لوكينج او لوكت. كلمه لوكت يعني الفريكوانسي، الانكومينج فريكوانسي، الانكومينج فريكوانسي اللي هي هنسميها مثلا اف نوت، بتساوي هتساوي ايه؟ هتساوي الاف في، الاف في اللي هو الفريكوانسي بتاع الفي سي او، الفريكوانسي بتاع الايه؟ الفي سي او. لو التو فريكوانسي زي بعض يبقى كده السيستم بتاعي لوكت. طيب انا عايز اقول لك على حاجه، ادي كده خلينا نرسم كده، ادي الفريكوانسي بتاع الفي سي او
او خلينا نقول ده الاف سي. الاف سي ده احنا بنسميه ايه؟ بنسميه الرننج فريكوانسي. في حاجه اسمها الكابشر رينج، ده من هنا لهنا كده، ده اسمه الكابشر رينج. وفي حاجه تانية اسمها اللوكد رينج، ده كده اللوكد رينج. تمام. يبقى دلوقتي عايزين نوضح يعني ايه كابشر رينج ويعني ايه لوكد رينج. اوكي، هنفرض ان الانكومينج فريكوانسي بتاعتنا هي مثلا هنا ده. طيب لو كانت الانكومينج فريكوانسي هنا على سبيل المثال في هذا الرينج، يبقى اللوب بتاعي مش هيحصل له لوكت، يبقى اللوب هنتنا نلف على الفاضي، وعمر ما الفي سي او هيقدر يطلع فريكوانسي تساوي الاف اي. تمام، يبقى هنا الفيز لوب مش هتقدر تشتغل. طيب نزود الاف اي وندخلها هنا مثلا في هذا الرينج، في هذا الرينج برضك نفس الكلام، الفيز لوب حتى انها تلف على الفاضي مش هيحصل لها لوكت ابدا، مش هيحصل لها لوكت نهائي. طب افترض ان الاف اي هنا جات لي هنا في الكابشر رينج ده، ها اول ما تجيلي الاف اي هنا الفيز لوب هتاخد الاف اي وتعدل من نفسها، وبالتالي الاف في بتاع الفي سي او هيساوي الاف اي. مره تانية، لو الاف اي موجوده هنا في الرينج ده، يبقى الفيز لوب مش هتشتغل، مش هتعرف تشتغل، والاف في خارج الفي سي او عمره ما هتجيب الاف اي. طب لما موجوده هنا عمرها برضك ما هتجيبها. طب لو دخلت هنا، ايوه، يبقى الفيز لوب هتشتغل وهتجيب لي الاف في بتساوي الاف اي. وطول ما الاف اي بتتغير في هذا الرينج مفيش مشكله، الفيز لوب هتقدر تعدل من نفسها، او الفي سي او هيعدل من نفسه وهيطلع فريكوانسي زي الاف اي بالظبط. طيب اول ما تطلع الاف اي من هنا تخش على الرينج ده، ايوه الفيز لوب لسه هتتنيها تعدل من نفسها، وتعمل لوكينج، يبقى بردك هنا لوكت، لغايه ما توصل للرينج ده اهوت كده، تطلع بره كده، يبقى هنا مش هيحصل لوكينج. يبقى انا كنت هنا لوكت، انا هنا لوكت، هنتنينا واحنا لوكت هنتنينا مكملين لغايه رينج معين اهوت، وبعد كده هيبقى السيستم بتاعي unlocked لو انا رحت طلعت بره كده. تمام. طيب وانا جاي من هنا انا unlocked still unlocked، مش هقدر، ما انا لسه ما دخلتش في الرينج اللي ممكن الفي سي او تشتغل فيه، اللي ممكن يحصل كابشر للفريكوانسي. اول ما ادخل في هذا الرينج اوكي، يبقى كده هيحصل لوكينج. اول ما يحصل لوكينج يبقى الرينج ده بتاع اللوكينج كله اوكي، وهطلع بره كمان انا ستيل، انا كنت لوكد، فخلاص هكمل معاه لوكد 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 لغايه ما الاقي اطلع بره الرينج بتاع اللوكد رينج. اتمنى الديفينيشن يكون واضح، او الاكسبلانيشن ده يكون واضح. يعني انا كده انتهيت من المحاضره بتاعتي، اتمنى الموضوع يكون اتفهم. زي ما قلت الفيس لوب ديت شيء مهم جدا في مجال الكوميونيكيشن، ومش بس في الكوميونيكيشن، في مجالات مختلفه كتيره، في الالكترونكس والكنترول وخلافه، وحتى احنا بنلاقي فيها بوكس كامله، بتلاقي فيها كتب كامله تتكلم عن الفيز لوب. احنا مش بس الكلام اللي احنا قلناه، ما هو الا انترودكشن بنعرف فيها الايه الفيز لوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.